ايوه هذا الشخص المؤدي مفتوح على العالم الخارجي من حرف الاي. يا سلام. وعنده لا ما يحتاج صوتي عالي وحش، يسمعوني يا رجال. تفضل. لا، والاس هو حسي. يا سلام. احساسه عالي. أيوة. وعنده الفيلينج المشاعر، عشان كذا هذا الشخص يحكم باحساسه وبمشاعره، عشان كذا هو دائما احكامه غير دقيقه. يا سلام. لانه يحكم بالشعور. مدرك بحواسه. هذا شخص مخطط استراتيجي، لانه يرى المستقبل ويصلح هذا الشخص في الاعمال القياديه التخطيطيه فقط، لانه فاقد العقلانيه، فغير عقلاني، فبالتالي ما يصلح في الاداره التنفيذيه اللي هي تخطيطيه واداريه. لا، هو فقط مخطط. عقلانيه ولا لا يركز على التفكير؟ لا يركز على التفكير. يعني الفاقد العقلاني دي موضوع ثاني. لا سوري، هو اقصد غير عقلاني، يعني في التفكير. ايوه، لانه يحكم بمشاعره. ممتاز. هذا اللي عندي. مين عنده الشخصيه اللي حاب يسال عنها؟ انا عندي مداخله دكتور. تفضل. هو قال دكتور انه مخطط للمستقبل. المؤدي مخطط للمستقبل، بينما هو حواسي ومشاعري مخطط. كيف يخطط للمستقبل وهو يعيش اللحظه؟ لو كان خطط المستقبل كان شخص حدسي. حدسي صح. هو حسي. نعم صح. شكرا. اختار عبد الله مره ثانيه. لا غير تفضل.